هاي جميعا، ويلكم لاسبوع جديد من ويكلي فوركس اوتلوك من الفوركس سبيس ومني عبد الله حرفوش. سو هذيك الاسبوع اللي قبله كل اسبوع عم بيكون اسبوع جدا رائع بالفوركس ويكلي اوتلوك. اذا انتم بعد ما بتحضروا الفوركس ويكلي اوتلوك ضروري تبلشوا تحضروا، ضروري تبلشوا تمرنوا حالكم كيف تاخذوا تريد، كيف تاخذوا الستاديز، كيف تعملوا السيت اب بشكل صحيح لحتى توصلوا للطرد اللي بدكم اياه. مثل ما بقول لكم اياه دائما برجع بعيدها، سو تيك هول ستاديز لخصوص الاشخاص اللي معنا بالكوميونتي، الاشخاص اللي اخذوا الفوركس ماستري بروجرام اوريدي اتس بيز على هذا السيستم. سو خذوها، افتحوا بالمقابل يا تريدنج فيو يا انفستنج دوت كوم، اعملوا سيف وابديت للست ابس اللي كنتوا عاملينها الاسبوع الماضي لكل عمله ولكل معدن ولكل اندس نحن حاطينه هون، اند ذن فيكم تقدروا تتابعوه كسوينج تريد اسبوعيا، يوميا، اسبوعيا وحتى شهريا. سو خلينا نبلش هلا اليوم. هذا الاسبوع الماضي النون فار بيلو كان بيعقد، فيكم تشوفوا على الانستغرام @forexspace @عبدالله حرفوش، حتى على اليوتيوب، على الجروبس، على التليجرام. الريزلت الكثير حلو كان موجود هذا الاسبوع الماضي. بنفس الوقت النون فارم كيف كان سبيشال، اكيد لايف تريدنج سيشن كانت عم تنعمل للنون فارم، وحتى من بعدها لليو اس اوبن كانت كثير منيحه بالنسبه لنا للداو وغيره. رح نبلش هلا تنشوف هذا الاسبوع اللي جاي شو عنا اهاد. هذا الاسبوع مفروض كان نيوز اخف شوي من الاسبوع الماضي، نحكي شوي this one. So Monday August 9 الساعة 5 PM FOMC member رح يكون عم يحكي، وعلى الساعة 7 تمام، بس منهم سوبر مهمين. عنا على 4:30 الصبح على UD اليورو، عنا الزو ايكونوميك سنتمنت ممكن يأثر على اليورو، عنا نهار الأربعاء السي بي اي والكور سي بي اي، كونسيومر برايس اندكس اللي بيطلع شهري هيدا مهم بيحرك شوية دولار 3:30 تو ايت بيروت والكل جي ام دي بلس 3، ونرجع بنشوف عنا كمان FOMC member speaks 10 years bond auction Thursday، عنا الـ PPI. يعني مبدئيا هذا الأسبوع منه حافل بالنيوز مثل الأسبوع الماضي المهمة، بس دائما في بعض النيوز اللي ممكن تحرك الماركت أب ولا داون وتساعد بالسكالب. هلا أكيد الأشخاص اللي عم يشتغلوا سوينج ما كتير بيأثر عليهم إلا إذا كان في شيء كبير مثل القلب الماركت قبل، مثل الـ FOMC، مثل الـ trading، مثل الـ الان اف بي وغيره. هول ممكن اوقات كتير يقلبوا ترند لانه الامباكت تبعهم بيكون عالي. سو هذا بالنسبه للنيوز اللي عندنا اياها. رح نبلش اول شيء باليو اس 30 لحتى نعمل ستادي عليه ونتابع شو عم بيصير. كمان اليو اس 30 كان عنده من هذيك الاسبوع لهذا الاسبوع تحركات قويه، وهلا عنده سيت اب حلو عم بيتحضر له للاسبوع الجاي. خلينا نشوف this one. لاحظوا هون بعد عدي اللي عم بحكي هلا عم بيحاول، وهذه اللي شفناها بالنهار الجمعه الماضي مع ال ان اف بي، عم بيحاول انه يكسر. مبدئيا سكر فوق على فكره الاول تايم هاي تبعه ال 35000 تقريبا و215، صار عامل 35243. كمان اذا فتح عمل شادو داون على الديلي وكمل عم بيكسر لهاي ال 35243، في عنا هاي probability on the daily basis يكون عم بيكمل طلع كسبورت. كمان عنا اوريدي كان الاسبوع الماضي حكينا عن سبورت كسره، رح ارجع حطه لهذا السبورت، كان منيح للسيل وقتها during the week بس رجع قلب وطلع up. لاحظوا this one، هيدا السبورت اللي كنا عم نحكي عنه الاسبوع الماضي، أول مرة كسروا 34,865 وضلوا نازل 806، عامل 60 نقطة، أكيد هون هاف لوت سكر تيك بروفيت انتري مأخوذة. رجع من بعدها النهار اللي بعده كمان نزل 34,850، نزل لل 34,709، يعني إذا بنطلع كسبورت كسروا كمان لتاني مرة على 100 وشوي نقط، ورجع من بعدها كمان طلع نزل شوي رجع طلع وضلوا مكمل طلعه مع ال ان اف بي نهار الجمعه. هلا اليوم الانذار الكبير هو كسره هذا الليفل، يعني اذا بقي هيك اذا فتح عمل شادو داون عم بيكمل اب
سو هاي بروبابيليتي يحترم اللو يلي قبله على 280 نقطة إذا عم ياخذها سوينج، والأب ما ممكن نقدر نعرفها، ولكن كاري ريسك تو ريورد 1 تو 1 فينا ناخذها على 300 نقطة تقريبا تكون عم نستفيد منها. هلا أكيد دائما المانجمنت بيصير على اللور تايم فريم، شوفوا إذا بننزل على ال 1 أور اكيد هون بصير تبين الصوره اوضح على الون اور. يعني انا اليوم بلش اعمل، اذا اليوم فتح نزل شادو داون ورجع عم بيكمل طلعه، هون بلش شوف السبورتس اللي عم بيخلقهم، ما بنطر تيوصل لهون فول ستوب لوس وياخده من هون فول ستوب لوس، هيدي مهمه. بنبلش نقسم، يعني نسكر اول شيء، واول ما يكسر هيدا الليفل 35153 اذا كنا ياخدين باي، يعني عم بحكي تاني ليفل كمان هو عم يكسر لو اللي هون تقريبا هيدي الريزيستنس 35072، وبالاخر يعني ما برجح نبقى لهون لل 35000 قبل ما نرجع نكون ظهرنا منها كلها. هيدي برجع بحكي اذا فتح عمل شادو صغير وعم بيكمل طلعه. So you have to check هول التريد باي طريقه يكون عم يتاخده. من هيك بقول يوم، لاحظوا هون كمان بعده لهلا على الفور اور عم بيحترم اللوز، لاحظوا عندكم لو هاير 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 لو لهلا بعد ما عمل لور لو، اذا كمل بهذا المنحى بيكون بعده عم بيكمل صعودا، بدنا ننتبه له. بالنسبه لسيناريو ستيل ببلش سكالب وايز في حال او على الفور اورز كسر او خرق هيدا اللو اللي موجود 34148، اكيد كمان حسب الكاندل كيف معموله وباي طريقه كان عم يكسره. واذا ما نحكي اكثر على الديلي تايم فريم، البيج سيل يعني او تيكون كسر التايم فريم حقيقه، بدنا نكون نشتغل على هيدا السبورت هلا اللي صار هون، السبورت اريا منطقه السبورت سوان اللي هي هون. سو كسرت هيدي المنطقه، في عنده شبه كلين ترافيك داون، سو ممكن ساعتها نكون عم نفكر بالشورت بوزيشن من هيدا الليفل، ستوب لوس كمان على 240 نقطه تقريبا حسب كيف كمان يكون مسكر الكاندل، ولكن هون التارجت اوضح، يعني ممكن يوصل لل 500 نقطة داون في حال قدر يكسرها وقرر انه يكون عم يكمل داون. سو ديلي وايز في كتير مجال، عندنا تو ليفلز، هول التو ليفلز فينا نكون عم نشتغلهم بشكل كتير حلو. إذا انتقلنا على الجولد، الجولد صراحة واصلين على نقطة كتير مهمة، لاحظوا هيدا السبورت على 1760 و50، اتس فيري أنا بالنسبة لي فيري سترونج سبورت أريا، يعني هيدي منطقة للسبورت كتير قوية. وهيدي المنطقة للسبورت في لها عدة عوامل معقول نشتغل عليها. أول عامل بعتقد والأرجح إنه في حال ما قدر يكسر ال 1017 سوري ال 1745، يعني يكسر هيدي السبورت زون القوية، عنده احتمال كبير تو باونس باك أجين أب بشكل أساسي. يعني هون أي ثينك بالأحرى ممكن يكون عنده من هون موف أب يرجع يكمل طلعة لل 1860، يعني يرجع من جديد يسحبه اب، او اتليست اول تريحه يعملها 1780 بيرجع 1790 تدريجيا، بس يكسر هذا النيك لاين اللي كان تبع الدبل توب اللي عمله نهار الجمعه على ان اف بي، ممكن ساعتها يكمل سحبه اب. ممكن كتير يكون هذا لهلا داون موف تبع الجولد قبل ما يسحب اب من جديد. اوكي سو هون خلينا نشوف ليه. شوف هون المنحى اللي عم ياخده، خلينا بعد تشوفه اوضح للسبورت، رح روح ويكلي فرجيكم اياها ويكلي بتكون اوضح. لاحظوا مالها سبورت، لاحظوا مالها سبورت. هلا تاني سيناريو كسرته لل 1745، عنده نزل كبيره للسبورت الاساسي اللي وصل له قبل، اللي هو 61.8 فيبوناتشي، واللي هو هذا السبورت اذا متذكر مزبوط اللي كنا عم نحكي بايات عليه واخذنا بايات عليه ذس ليفل. هيدا السبورت هلا هو من جديد على 50% سبورت قوي. هلا ممكن تكون كلها رد هيدا على الاب موف، اكيد لو ان اف بي عمل له حركه نزول، ولكن ممكن اذا الدي اكس واي هلا نوصل له ما كمل نزله ما كمل يقوى، يعني ممكن نرجع نكمل طلعة من هذا الليفل، وإلا we are retesting 61.8 down لل 1700، سو كسرت ال 1745 ممكن توديك clean traffic down لل 1706،
وانا السيت ابس هنحكي كله على الديلي وعلى الويكلي. اوكي، مين للديلي نحن بس اكيد ناخد على الاعتبار الويكلي، فراح يكون السيت اب بهيدي الطريقة. حتى هون اذا بنشوف عنده مثل ترند لاين اب رسم، كمان عم يخرقوا. بدنا نشوف كيف رح يكون تسكيره. سو هون كسيت ابس اول شيء خلينا نشيل هول، انا بتركهم لانه من اسبوع لاسبوع مره لمره لحتى تكون اوضح لالنا. خلينا نشيلهم تنقدر نحط الاوردرز. اذا عندنا شورت بوزيشن بده يكون عم يكسر هون ال 1745 ستوب لوس تقريبا على 300 نقطه، والتيك بروفيت تقريبا حوالي ال 400 نقطة كمان 1 2 3. هلا اكيد بدنا نشوف الكاندل اذا فتحت عملت شادو اب عم تكمل نزلة وكسرت اللو شي، واذا فتح دغري نزول كمان شي تاني ما بنخدق، يعني ساعتها ما بخدق انا سيل اذا فتح ودغري نزل بلا شادو اب. اوكي، بالنسبة للباي اوبشن، باي اوبشن فيها تو اوبشن، فيها تبلش من هون يعني يكون عندكم بوزيشن هون باي على ال 1765 ستوب لوس تقريبا هون على 25 نقطة، وهون التيك بروفيت على على 230 نقطة، والتيك بروفيت حوالي 650 نقطة للهاي اللي لازم يرجع يوصل له مرة تانية. سو هيدا السيناريو الأول اللي بيكون عم ينرسم. أكيد من بعدها إذا كسر هيدا الهاي اللي هو ال 1832 له احتمال طلعه تاني، ولكن هيدا بالنسبه لي السيناريو الاول. سو الاشخاص اللي بيكونوا شوي اكثر اجريسيف للماركت فيهم بهيدي الحاله يشتروا ستوب لوس تحت ولكن مع سيل ستوب، او يرجع يشوفوا اذا كسر يرجع الستوب لوس اللي ضرب عندهم يرجع ياخذوه بالنزله ويربحوا فيها زياده. اوكي، سو هون بس بنشوف على اللور تايم فريم كمان شغله مهمه، الأداء السيستم تبعنا عم يزبط، فرجيناها بالتليجرام شانل. إذا بنشوف هون على ال 15 minute candle شلتها هيدي كلها لحتى نشوف كيف فيها تصير. إذا بنشوف على ال 15 minute candle هيدا نهار الجمعة it was super wow، يعني سيل ستوب وقتها ما لحقنا نحطها قبل النون فورك كانت في 25 ثانية، حطيت وقتها باي ستوب بس ما لحقت سيل ستوب. لاحظوا هون كيف لما كسرها ضلوا نازل نزلة واحدة، لاحظوا هيدا السبورت اللي وصل له هون قد ايه كان مهم، هيدا السبورت اريا اللي حكينا عنها قد ايه كيف وصل له على القد. لاحظوا اول مره عمل ريتريسمنت سنايبر انتري دغري 50 نقطه، تاني مره كمان رجع طلع هون. اذا بنشوف دايفرجنس بنشوف الانديكيتورز نقدر نلاحظ معهم دايفرجنس ثانيه. لاحظوا هون دايفرجنس على السي سي اي وحتى على الاس اي كيف كانوا عم بأنزلوا بالطلعة خصوصي لتاني دايفرجنس مش بس الأولى، بس هيدي كسوينج تريد كمان it was profitable at some point. هون التريد كانت عم تتاخد على هلأ، ممكن كتير كمان مع الطلعة يكون عم بحضر دبل بوتم على اللور تايم فريم، بي كيرفل منها. عادة الويكلي اوتلوك مش لللور تايم فريم بس فرد مرة ما زال شفناها كان مانج هيدا السبورت في حال كسر اب يكون عنده تارجت تقريبا ذس ليفل، بي كيرفل خصوصي انا وات اي اكسبكت انه يكمل طلعه يرجع يقلب اب، اي مور بولش لإله خصوصي اذا هلا خصوصي اذا على اللور تايم فريم كسر هيدا اند ذس از بلان. ستوب لوس تقريبا على 40 نقطة، تيك بروفيت على 50 نقطة، and هيدي تريد it will be a nice trade بالنسبة لل gold. okay so كمان كتير مهم انه تكونوا عم تشوفوها وتتابعوها. بالنسبة للفضة، الفضة نفس الخبرية ليكم الله دايفرجنس على الديلي عم بيركبها، صار مركب دايفرجنس حزنين، ولكن الفضة كمان الديلي يبرم ويكسر اب لحتى تكون عم تتاخد، يعني بده يبرم السي سي اي ويكسر اب اجين فوق ال 100، هون بيكون عم يلف يطلع بيكون عم نحضر كمان بالفضه طلعه. سو هون كمان واصل على سبورت مهم، لوك هيدا السبورت كل السبورت زون هيدا اللي هون.
كمان كسرتوا لهيدا السبورت في مجال كتير كبير انه يكمل نزلة، كسرت 23.65 عنده تقريبا كلين ترافيك للسبورت الاقوى اللي تحت اللي هو بهيدا الليفل حوالي ال 21.76، ولكن اذا برم اب اكيد بننزل ساعتها على اللور تايم فريم، بننزل على 15 مينت، بننزل على 30 مينت، بنشوف له اللفة تبعه كيف رح بتكون. لاحظوا هون هيدي النزلة، بدنا نشوف اللفة كيف رح بتكون. كمان احتمال كتير كبير كسرت هيدا السبورت اللي موجود هون، جرب كبر الشاشة حتى تكون أوضح. ممكن توديه مور أب، حوالي من اللي عم نحكي من 24.41 ل 24.56 عم بحكي سكال، بس هي تكون بداية الطلعة اللي واحد ممكن يكون ناطر. إذا بنروح على اليو اس اويل كمان كان عم يشتغل بشكل حلو، باي ذا واي اليو اس اويل تكنيكال كمان سكر تحت هذا السبورت، فتح عمل شادو صغير اب حتى ما طلع فوق السبورت، ورجع كمل نزله من ال 71.60 لل 67.89، كمان اكدها بعد ما سكر على هذا السبورت عمل شادو اب ورجع كمل نزله كمان من 69.80، كانت جود موف اب. هون السبورت هد عليه كمان كسنايبر انتري رد اب، رجع عم بيعمل ريتست على الفول سبورت اللي كان فوق اللي صار ريزيستنس، عم بيرجع يكمل نازله. هلا من جديد كسرت 67 17 ممكن توديه لل 65. لاحظوا قد ايه عم يشتغل الماركت تكنيكال، قد ايه عم يكون عم نلقطها مظبوط بالسبورت والريزيستنس وبالكاندل ستيك بطريقه البرايس اكشن. هذا اللي عم يخلي السكسس ريت عنا عالي. لاحظوا هون اذا بنشوف عنده تقريبا هذا التارجت في يكون عم ينزل له. كمان من ناحية تانية إذا برم وكسر أب 70.89 في كمل لل تقريبا 72. هون كمان بنشوف الكاندل كيف عم تكسر تيرجع يعمل تيست للريزيستنس، وكان سبورت بس اللي صار ريزيستنس بالتاني ليفل. بالنسبة للبيتكوين الماركت عم يتحرك هلا، بس تشيك جايز البيتكوين هاو ماتش وي ار catching the move بشكل مخيف على السيستم تبعنا، how much is working technically على السيستم اللي نحن شغلينه is working perfectly. مثل ما قلنا قبل طلعه قلنا وصل هذا الريزيستنس ل 40 43 الف عم بيرد منها تريحه، هون لاحظوا كيف خلق سبورت، لاحظوا السبورت اللي خلقه هون وعمل كاندل سكر الكاندل فوقه فتح عمل شادو داون، هو عم يطلع هون الباي للي عم يعملوا سكالب عليه وعم بيكملوا بالترند 39800 700 39900 اند ذن اتس ستيل موفينج اب، لهلا صرنا بال 44000 كمان عم يكسر هذا الليفل ديلي. كمان تسكيره اليوم في مجال بكره يرد رد صغيره ويكمل نزله، صرنا اكثر هون. هون كانت الانتري الاولى مع ستوب لوس اوطى لتكميله طلعه، وهلا كمان الانتري الثاني 43500 لازم يكمل تقريبا اول تارجت رح بيكون 47000 وثاني تارجت ممكن يوصل لل 50000 و51000 اذا كمل بالموف تبعه اللي عم نحكي عنه. سو اتس وركينج سوبر بيرفكتلي، تريدز فيه عم بتكون كثير حلوه على البيتكوين اند وي ار كاتشينج اول ذا موفز عم بيتحرك عليها. حتى اذا بتشوفوا هون خلينا نشوف فيبوناتشي قد ايه صابه، لاحظوا رد على 38.2 فيبوناتشي وخلق السبورت على 38.2 at its moving up، يعني typically the system we are working on ماشي بشكل سوبر واو. هيدا الريزيستنس عم يكسرها دبل كونفيرميشن اب 38.2 كانت اول تجربه للباي، كسر الكاندل اب كانت التجربه الاساسيه مع كونفيرميشن ثانيه اللي هي البرايس اكشن، وهلا عم بيكسر كمان اب برايس اكشن من جديد المفروض يكمل لل 50,851,000 اكيد محطه اولى هي على 47,000. سو كونجراتس لكل الاشخاص اللي عم يشتغلوا على البيتكوين وعم بيتابعوا هيدي البيتكوين على السيستم تبعنا واللي ماشي بيرفكتلي مثل ما نحن عم ناخده، ان كان بسنايبر انتريز هون ان كان بالدايفرجنس هون والموفينج اب اللي عم بيكمل فيها. ننتقل بال DXY، DXY كمان اخر شيء بعد ال very good numbers اللي طلعوا من NFP ونهار الجمعه كله، خلق هيدا السبورت، لاحظوا هيدا السبورت خلقه ال DXY وعم بجرب يكمل طلعه.
تنأكد الطلعة تبعه زيادة. We need to break هذا الليفل. مين اللي هذا الليفل؟ This one، مش هذا، sorry. One second. This level. هذا الليفل، هذه الريزيستنس اريا كسرتها بتعني انه مبدئيا الدي اكس واي رح بيكمل قوته، رح بيكمل طلعه، وبالعكس تماما اذا كسر من هون ال 91.46 عنده كلين ترافيك معقول يكمل لل 90.61 لبل اقوى لل 89.60. هول السيت ابس الاساسيه تبع تتحدد اتجاه او الترند اللي معقول يكون عم يتحرك فيهم الدي اكس واي. هون كمان اذا كسر من فوق في عنده اتجاه معقول يكون عم يطلع صوبه، يعني اذا كسر 93.44 اول هدف له 94.21، سو نحن بنكون عم نراقب الدي اكس واي باي طريقه رح بيكون عم يكسر اب ولا داون لحتى نقدر نحدد باريت البقيه اللي هلا رح نوصل لهم اللي هن باريت اليو اس دي. بنتقل هون لليورو دولار. يورو دولار على الديلي. اليورو دولار كمان على مفترق كتير مهم بالديلي، واللي هو هذا السبورت وصل له 17.54 من جديد، ولكن اهم سبورت عم نحكي عنه هي هيدا السبورت زون اللي هو ال 17 1.17 1.1620. هيدي المنطقة، يعني اذا كسر اول ليفل 116.97 احتمال كلين ترافيك قوي يوصل ل 16.21، يعني كسرت 16.93 المفروض تنزله تقريبا 60 نقطة. هون عنده سبورت اريا مهم، يعني اول سبورت اريا بيكون 17.13، تاني سبورت اريا 16.21، واذا كسرها هون عندنا مشكله كبيره اكيد بنكون عم دي اكس واي عم تابعه للاشخاص اللي شارين. سو المفروض اذا انتم اشتريتوا على 17.11 ماكسيموم يو كان اد بوزيشن على 17.16.25 اند ستوب لوس بيكون تحته اثنيناتهم، او اذا منكم فيها جربتوا باي هون ستوب لوس بيكون تحت دغري 20 نقطه، مع اذا الكاندل بتسمح للكلين ترافينج الكلين ترافيك ترجعوا تنزلوا فيها تعوضوها تو جيت باي اجين على 16.27 وارجع اشتري على 15 ستوب لوس على 15.91. تسكيرة الكاندل اكيد بدنا نراقب تسكيرة الكاندل على الديلي ونشوف ديورينج ذا داي شو عم بيصير، ممكن ترجع تكبنا تنرجع نطلع اب اذا هون طلع منها، والا احتمال كبير ننزل كمان من جديد من 116.12 لل 115 تقريبا داون في حال كسرها، بيكون عم بيكمل الدبل توب اللي هو كان عم يعمله. خلينا نشوف على الويكلي كيف بيبين شكله، واللي هو كان عم يعمله على الويكلي ممكن كتير ساعتها يكون عم نحكي عن دبل توب شرعي على الويكلي، وهذا الدبل توب يكمل نزل حرزان باليورو دولار. اكيد عم نحكي ويكلي يعني it takes a lot of time، ولكن عم نحكي احتمالات probabilities. بالمقابل كسرة من جديد up، يعني كسرت هيدا الليفل او هيدا الشيء اللي نحن هون عم نحكيه this level اللي هو هون على تقريبا 119.16 ممكن يوديه again لصوب ال 120.58 اكيد، مع هون اكيد اول ليفل 119.16 83 بيكون حذرين. بس حطوا دايما بالمايند سيت تبعكم للاشخاص اللي عم يحضروا جديد هيدا الفوركس ويكلي اوتلوك، انه نحن دائما على الديلي بنشتغل اول ما تفوت نحن نكون فايتين فور اكزامبل لوت 1 لوت فور اكزامبل، اول ما نوصل 20 25 نقطه بالتارجت تبعنا وي ريورد اور سيلف لهيدي النجاح اللي عملناه المبدئي، وي كلوز هاف لوت اند بنحط ستوب لوس على الانتري اند وي كيب ذا ماركت رانينج بالهاف لوت الباقي لنشوف قد ايه ممكن يطلع لنا. سو دائما نحن باي ستادي باي تريد نحن عم نعمله وي سكيور تريدز، يعني لما بنكون حاطين بيطلع 200 نقطه نحن ما بننطر لل 200 نقطه تطلع كلها لحتى ناخذ التيك بروفيت، بنكون عم ناخذه تدريجيا مع كل طلعه. هلا هون ننتقل لستليني دولار.
استرليني دولار كمان على الديلي، عم بحضر لنزلة، وهيدي النزلة ليكو الترافيك اللي فيها. فكمان علينا نكبس هون الريزيستنس من فوق، وعنا السبورت اللي هلا هو هيدا عليه من تحت. هلا اذا فتح عمل شادو اب عم بيكمل نزله مع قوه الدي اكس واي 138 43 بتكون سيل اوبشن ات ذس ليفل. اكيد بدنا نشوف ليكويديتي جراب او شادو ابل دائما مفضله. ستوب لوس بيكون على ما بيتعدى ال 40 نقطه، ولكن تيك بروفيت الاول ممكن يكون 100 نقطه، الثاني 170 نقطه، والثالث حوالي ال 208. والتاني حوالي 238 نقطة. سو هون بده يكونوا مقسمين التيك بروفيتات، أول تي بي 1 تي بي 2 وتي بي 3 بالآخر إذا كسر هيدي على الديلي. ودايما ما تنسوا بعد 20 نقطة بنسكر نص المبلغ ستوب لوس على الانتري، وبنشوف كيف بده يكمل نزلته أو إذا رح يفرط ولا لا، أو 25 نقطة 20 25 أنتوا بتنقوا. السيناريو الثاني بيقول ممكن يكون هيدا عم يعمل ريكتانجل، في حال كسر أب هيدا الليفل كمان ستوب لوس على شي 40 نقطة، ولكن تيك بروفيت على 135 نقطة بيكمل طلعة لحتى نقدر ناخد هيدا البروفيت. سو هول السيت أبس ميك شور تحطون، لأن one of them بيكون عم يتاخد. AUD USD بعده عم يشتغل بنفس الليفلز تبعنا، بعده عم يشتغل sideways وناطرين الكسرة تبعه تنشوف إذا رح يكون عم يكسر up again أو رح يكمل نزلة. كسرة ال up هون ثقيلة شوي، بننطر كسرة ال up الكبيرة هون ونشوف كيف رح يكون عم يكسرها لحتى ناخذ التارجت تبعه باي طريقه. سو نحن بعدنا بالاسترالي دولار ناطرين اي موف اذا اب ولا داون وكيف رح يكون عم يتحركون. مينلي دائما واقف بالقطعه هيدي. اوكي مينلي انا بنطر انه بعدنا ناطر هيدا السيل هون عم يعمل مثل فلاج بدنا ننتبه له. هشيل هيدا السبورت تنشوفه اوضح، هشيل هول الصغار تنتبهوا على هيدا الفلاج اللي عم يعملوا. هلا هو عليه كمان. اوكي سو في حال كسره كمان في احتمال انفتح سكر شادو، كمان في احتمال يكمل بتارجت الفلاج، وإذا كملنا بتارجت الفلاج اللي بدنا إياه بيكون وصل على السبورت اللي بدنا إياه 72 30 تقريبا. هلا هون بيرد منه شوي بيريح، سو هون في حال وصل له 72 43 بدنا نشوف كسرتها بتكون مهمة. سو كفلاج في يتاخذ السيل على الفلاج عادي كتريد، وإذا وصل وكسر هيدي السبورت من تحت، يعني أكيد كان عامل شادو أب قبل ورجع كسر أو نزل من تحت سكر عمل ريتست وعم بيكمل نزلة، سو إت ويل بي أ نايس تريد بتارجت تقريبا 180 نقطة، بستوب لوس تقريبا ما بيتعدى ال 50 55 نقطة، ريسك تو ريورد حوالي ال 1 تو 3 which is one of the best ريست ريورد اللي بحبهم انا من 1 تو 2 1 تو 3 وطلوع مايلي مع كلين ترافيك على مايل الشمال، المفروض انه يكون عم يكمل طلع. لان زد دي يو اس دي عم يكمل نازله، عفوا لان زد دي يو اس دي كمان نفس السيناريو، بعدنا ناطرين يكسر يا من داون يا من اب لحتى نكون عم نشتري اب ولا او عم بيع تحت، بعده عم يشتغل سايد ويز. سو تنشوف اذا النكست ويك رح بيكون أكثر منيح أو متحرك لإله. الـ USD CHF USD CHF لاحظوا الـ USD CHF كان تريد القديمة تبعنا كيف أخذها ونزل تقريبا صاب أكثر من يعني 80% من التارجت. أكيد كنا سكرنا ثلاث أرباعها
ووقت عمل ريفرسل، يعني مسك كرة بعده ناطر وشاف هيدا الريفرسل عم تطلع ورجع خسر فيها، يعني صراحة برأيي يوقف تريدينج أو يشوف شو بده يعمل لحتى يزبط من عنده، لأنه اليوم ما ممكن تريد يكون ربحان فيها أو حدا يكون ربحان فيها حوالي ما بعرف 70 نقطة ويرجع يطلع خسران منه، يعني دغري على 20 25 نقطة هاف لوت بيسكر ستوب لوس على الانتري، خلصت الخبرية، كمل تحت شاف صار نازل بعد 20 30 40 نقطة بيسكر هاف لوت، من الهاف لوت الثاني بصير ستوب لوس على أول مطرح هاف لوت يأمل فول لوت فيه، وإذا كمل تحت تيك بروفيت صابه بيكون تمام، لا ولا قلب عم بيطلع بيضرب له ستوب لوس على الانتري، أو إذا حسه عم بيطلع على اللور تايم فريم ساعتها في سكر تريد. سو نو واي وقت واحد يقطع ال 20 25 نقطة بتريد صايبها يرجع يطلع منها خسران، ساعتها بيكون عنده مشكلة كتير كبيرة بالريسك مانجمنت، وبيكون عنده مشكلة كبيرة منه فهمان الماركت بأي طريقة عم يشتغل، هو لازم على أي طريقة يكون عم يشتغل مع الماركت. سو تنشوف هون هلا النكست ستيب، إذا فتح ضل الدولار عم يقوى ممكن نرجع لسيناريو الباي أب، يعني هذا سيناريو السيل خلصنا منه، تنشوف سيناريو الباي أب اذا رح يقدر يكسر ويكمل طلعه. هلا في منطق بيقول انه مجرد ما رجع كسر فوق، هلا اذا فتح عمل شادو داون وعم بيكمل طلعه فينا ناخذها سكالب، انا بالنسبه لي اتس نو تريد رينج اريا، رح انطر عليها لحتى اذا كسرت الهاي هون، لانه ليه؟ لانه هون ما عندي كلين ترافيك على الشمال مزبوط مثل ما بدي، بينما هون بتكون اوضح شوي لانه عندي كلين ترافيك على الشمال، سو كسرتها مع طلعه حوالي 80 نقطه بتكون احسن، خصوصي كسرت ريزيستنس قبل كانت قويه. سو افضل بيكون وستوب لوس بنظبطها ساعتها حسب وين بيكون الكاند اللي قبله او حسب الريسك ريورد اللي الواحد يكون عم يشتغل عليها. بالنسبه لليو اس دي كاد، اليو اس دي كاد بعده عم يمشي بالسيناريو الطبيعي تبعه، وهون من بعد الرد اللي ردها تذكروا اذا قلنا وقت عمل الدايفرجنس ونزل كانت سوبر واضحه النزله، اوكي بيرفكت عمل النزله. هلا تنشوف قد ايه نزل، تقريبا نزل فيبوناتشي وايز نزل حوالي ال 50% على القد 50% وعم بجرب يكمل طلعه. هلا اذا بنشوف على اللور تايم فريم بنشوف كمان خلق مثل كايند اوف سبورت هون، هلا على هيدا المنطقة وهون عم بيجرب يكمل طلعه، مفروض في حال فتح عمل شادو داون عم بيكمل طلعه فوق ال 125 89 it can be a buy opportunity، يعني فيها تكون buy opportunity هون فوق هيدا السبورت، اكيد ستوب لوس مش اكثر من هيدا الليفل، اكيد بنشوف الشادو تبع اللي قبله مبلش تو مانج ريسك على اساسه and then take profit، هي الهاي اللي وصل لها قبل حوالي ال 170 نقطه. سو بس اكيد بدنا نشوف اذا عمل شادو داون بالاول ورجع عم بيكمل تيكسر اب هيدا الليفل لحتى يكون عم بيكمل طلعه اكثر، اكيد اول 15 20 25 نقطه هاف لوت بنسكر ستوب لوس ات انتري دولار كندي من الباريت اللي ما بحب اتداول عليه مع انه على السوينج كثير حلو بنشتغل عليه، ولكن اوقات كتير بيكون ثقيل للسكالب، ما بحب سكالب، بحب اكثر على اللونجر تايم فريم، وخصوصي انه تو بيرز بيشتغلوا مع بعضهم بنفس وقت، ولكن هيدا الاحتمال كتير كبير انه يعني يكون عم يكمل طلع، خصوصي اذا الدي اكس واي دائما بنرجع للدي اكس واي كمان كان عم يقوى اكثر من الكندي. بنروح على الدولار ين جي بي بي جي بي واي، اكثر من اكثر باريت يو اس دو يو اس دي جي بي واي، سوري هلا بنوصل للجي بي بي جي بي واي. سو من اكثر البريات اللي ما بحب اتداول عليهم ابدا، ما يعني قليل كثير تاخذ تريد عليهم، لهلا السيل اللي كان بدي اياها من تحت ما وصل لها بعدها بيعمل ستاجنيشن على الديلي. هلا في اشخاص بيقولوا انه ممكن في ريفرسل، هلا منطقيا يعني مع عمل ريتست وعم يرجع يكمل طلعه، سو الباي فيها تكون 159 او 179 ولا هلا صار واصل لل 110 15 عامل 40 نقطة. It could be a good trade. Personally I didn't take it, I wouldn't take it. ما بركز عليه. بالنسبة لباريت الين بركز أكثر على الاسترليني ين. هلا بالنسبة للدولار ين بدي أنطر طلع كسرة فوق ال 111 86 أو تحت ال 107 31. That's why trade عليه رح بتكون شوي بعيدة. آخر شيء عندنا الاسترليني ين. This is what I focus بالنسبة للين هو استرليني ين. استرليني ين لهلا عم يبلش يقلب، عم يبلش يقلب
في حال بس بعد عنده شانس انه يعمل الشولدر. هلا بقول لكم ليه، لانه على الديلي صحيح طلع وعم بيرد، ممكن يعمل دبل توب هلا هون على 153 8. خلينا نتذكر مزبوط الترند لاين، نحن عندنا ترند لاين ويكلي نحن ماشيين فيه، هذا الترند لاين الهاي تبعه بعد ما وصل له تقريبا 153 70 هلا صار تبه، يعني نشوف كل وقت بوقته. هلا وصل ل 53، ممكن يوصل له لل 153 67 80 ويرجع من بعدها يلف، او يلف من هون على 53 50 ويعمل دبل توب. يعني لو عمل دبل توب، لو عمل دبل توب وكان ضمن شاد الهيد اند شولدر، يعني اذا رجع من بعد دبل توب لف وعم يكمل نزله برضه بيضل شولدر كيف هون عمل قبل حسبناه شولدر، فيرجع يكمل نزله. بنشوفها اكثر على الويكلي، يعني الويكلي هلا كانه عم يرجع يكمل تعمل الشولدر الويكلي، يعني في مجال يوصل لهون يسكر ويكلي اب، يرجع الويكلي بعدها يرجع يبرم ويكمل نزله كويكلي، ويكمل نزله نزول ويكون عم يعمل هيد اند شولدر اللي نحن عم نحكي عنه. وانت نرسمه بشكل اوضح هيد اند شولدر، this one هي على الويكلي عم نرسمه هلا، اب وني داون، هلا عم يعمل الشولدر بالويكلي، ممكن يكمل الشولدر داون. اكيد بدنا نراقب شو بيصير بالماركت وبالداو، يمكن يعني نشوف اذا ما يكسر الهاي الويكلي ترند لاين اللي بعده لهلا داون. اذا ملاحظين على كل هيدي النزل الويكلي كانه هلا عم بيرد ويكلي قبل ما يرجع يكمل نزل ويكلي، سو لهلا بعدنا على اللونج بوزيشن سيف. لو انه صرنا قراب كثير من ستوب لوس بعدنا سيف بالنسبه لل سوينج تريد اللي قررنا ناخذها بعيد، اكيد لو لوت اكثرية تريدات كنا كمان بنفس الوقت عم ناخذ باي بالاب، عم ناخذ الديلي شولدر داون استفدنا منه منيح والكوميونتي عنا استفادت، كمان لما لف اب عم نرجع ناخذه اب، عم ناخذ على اللور تايم فريم. بتشوفوها معنا بالديلي لايف سيشن اللي عم نعملهم يوميا على اليو اس ماركت، على ستوك يو اس ماركت اوبن، حوالي الاربعه وثلث عم نكون. اكيد نون فار بيرول كان نهار الجمعه اكسبشنال على 3 و3 توقيت بيروت، واكيد 4 و3 توقيت بيروت، 5 و3 توقيت دبي للاشخاص اللي عم يتابعونا من الدول العربيه. سو هون كمان رح نكون عم نراقب تنشوف لاوان معقول يكون عم ينزل. لاحظوا هون اخر شيء كيف نزل اخر نزله، بعد يعني بعد ما فينا نحسب الطلعه النهائيه او الاكيده، ولكن بدنا نشوف حسب ما نحن عم نعمل ستادي والدراسه تبعنا على استرليني. يعني هون ساعتها بيكون عنده كلين ترافيك نفس السيناريو اللي حكينا قبل تيرجع يكمل داون في حال مشينا بهيدا السيناريو اللي هو تسوي. اوكي سو ذس از اور ويكلي اوتلوك، لاحظوا كيف كل السيت ابس موجودين، قارنوها بالويكلي اوتلوك الماضي تقريبا ريزلت عم بتكون كثير حلوه والنتائج عم تكون كثير حلوه، حط السيت اب مضبوط، حضروا حالكم الاسبوع كثير حلو ضمن اللايف ستريم على سكالب وضمن السوينج تريد اللي عم نعملهم هون، لحتى تكونوا عم تستفيدوا للماكسيموم من الماركت، عم تستفيدوا للماكسيموم من السيستم اللي عم نشتغل عليه. ما تنسوا تتابعونا على الانستغرام @forexspace، عبد الله @عبدالله ضد حرفوش على الانستغرام، على البيج تبعنا الفوركسبيس على اليوتيوب، كمان على التيك توك وكل المطار على السوشيال ميديا. بدي اذكر بالايكولور سمت 7 8 سبتمبر رح بتكون ان اميزنج سمت، ميك شور تو ريجستر، لينك على البايو صار موجود على الانستغرام وين ما كان بالبوستات اللي عم تنزل. تابعونا للسبيكرز اللي رح ينطلق معهم الاسبوع الجاي بهالشهر يلي رح نكون عم نعرفكم على كل السبيكرز قبل الايفنت وعن شو رح يكونوا عم يحكوا والسيشنز اللي رح يكونوا عم يحكوا عنها. Until then have an amazing week، مثل ان شاء الله الاسبوع الماضي اللي بلش اسبوع اوغست كثير منيح يكمل اوغست منيح، يكون عنا تريدز حلوين والسكسس ريت حلو مثل اللي كان موجود الاسبوع الماضي.